هذه دقائق اتكلم فيها عن آيه من كتاب الله سبحانه وتعالى وهي كلمة قالها نبي من أنبياء الله خلدها الله في هذا القرآن قول الله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه الآية أيها الأخوة جاء عن أكثر من شخص من السلف أنه كان يقول ما دعا بها مكروب قط الا فرج الله عنه، السلف كانوا ينظرون الى ان هذه الكلمه كلمه يونس عليه السلام انها فرج للكروب جميعا. ما هو السر فيها؟ هي هذه الكلمه، اول الاسرار فيها ايها الاخوه انها ابتدات بالعمل الذي المفترض علينا جميعا ان لا نسال الله بمثل ما نساله بهذا العمل وهو توحيد الله. مهما تذكر الانسان عنده من الاعمال الصالحه التي يريد ان يسال بها الله سواء بر الوالد او سواء انفاق في سبيل الله او سواء بذل او طهاره قلب او غير ذلك من اعمال الصالحين الاعمال العاليه لا يوجد عمل هو ازكى عند الله وارفع عند الله واكثر قبولا عند الله من توحيده سبحانه وتعالى وكلما كان التوحيد لله صادقا خالصا صافيا مجردا ليس فيه شرك ولا بدعه ولا شبهه ولا زعزعه كلما كان اجابه الله لصاحبه اقرب هذا اولا ثانيا هذه الكلمه العظيمه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فيها امر اخر يثير الاستغراب وهو ان يونس عليه السلام ما دعا ربه بالفرج ما قال رب نجني ولا قال رب انقذني ولا قال أخرجني من هذه الظلمات الثلاث وإنما فقط قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أنجاه مع أنه لم يدعو بالنجاة ولم يطلب الفرج هذه هي النقطة الثانية وهي أن هناك نوعا من أنواع الدعاء التي يدعو بها الإنسان المسلم عند الله وهو نوع زكي نوع عالي عالي وعالي جدا وهو أن يعرض العبد فقره وحاجته بين يدي الله فقط ويترك حاجته يعرض فقره وذله واستكانته وخضوعه بين يدي الله فيعرض لله انه فقير وانه ضعيف وانه مهموم وانه مبتلى وانها تقطعت به الاسباب وانه طرق كل الابواب ومع ذلك لم يجب وان كل احد تخلى عنه وانه طرا على باله كل احد ومع ذلك هرب عنه ولم يبقى الا باب الله ولم يبقى الا الله ولم يبقى الا فرج الله ولم يبقى الا مساعده الله ولم يبقى الا تاييد الله، الله اذا سمع مثل هذا الدعاء وهو ما يسمى عند اهل العلم دعاء الحال يعني يعرض حاله على الله هذا من اسباب الاجابه، ثالثا هذا الدعاء تضمن سرا من اسرار الالوهيه العبوديه توحيد الألوهية وهو أن فيه في هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيه أمر الله يحبه عبادة الله يجلها ويجلها كثيرا ويقدر أصحابها ويجيب دعاءهم وهي عبادة الفقر والذل لله سبحانه وتعالى حتى أن هناك من السلف من قال سبرت حال الناس فرأيت من الناس من دخل على الله من خلال باب الصدقه، كثير النفقه، كثير الصدقه، فدخل على الله من هذا الباب، الله اجله، الله نصره، الله استجاب دعاءه، الله وفقه، لانه كثير كثير الانفاق، وهناك من الناس من دخل من باب الصلاه، وهناك من الناس من دخل من باب بر الوالدين، وهناك من الناس قال: ولم اجد باب الذل عليه زحام. ما وجدت الا نفر قليل من العباد الصالحين هم الذين تعبدوا لله بهذه العباده، عباده الذل والافتقار لله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء يتضمن هذه العباده. لا اله الا انت، من مظاهر عباده الذل اول مظهر فيها الاعتراف، الاعتراف لله سبحانه وتعالى بان الانسان، الانسان نفسه يعترف بانه ظالم لنفسه، مقصر، مفرط، ضعيف عاجز حق الله أكبر من أن يؤديه كاملا مكملا وأن الله يستحق مثل هذه العبادات وأشد وأعلى وأزكى وأنه بينه وبين رضا الله مسافات وأنه ابتلي بالخطايا والذنوب التي لا يعلمها إلا الله وأن الله ما زال يضفي عليه سترة هذا مظهر من مظاهر هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله آخر قضية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهذا شيء عجيب الله يا اخوه ان نبيا من انبياء الله يعترف بالظلم يعترف انه ظالم لنفسه نبي من انبياء الله فكيف بالانسان العبد الفقير الذي هو فعلا مقر ومستودع الظلم هذا يدلك على ان دائره الظلم اوسع من اننا نتخيل ان الانسان يظلم غيره وفقط هذا هو الظلم من الظلم ان يظلم الانسان نفسه من الظلم ان يقصر الانسان في عباده الله من الظلم ان يستطيع الانسان ان ياتي لله بعباده اعلى من هذه العباده ومع ذلك لا ياتي بها هذا نوع ظلم يحتاج الانسان ان يستغفر يحتاج الانسان ان يتوب منه يحتاج الانسان ان يتبرا منه